السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. جينا في فيديو جديد من قناة طيور أحمد بدر. النهاردة هنتكلم إن شاء الله معانا على حالة تساقط. معانا المعزة البور الجيل الرابع بتسقط زي ما احنا شايفين دلوقتي معانا. طبعا إيه الأسباب أو إيه الأخطاء اللي ممكن حصلت عشان ما حدش يقع فيها؟ ده طبعا تقريبا 90% معزة نطحتها، تمام؟ بس النطحة كانت في الرحم، فمن هنا عملت معانا التساقط اللي احنا شايفينه ده. ده تقريبا كده عمر 3 شهور زي ما احنا شايفين اهو. هو يدوب خلاص هي تحزق مرة كمان والايه الحاجة دي هتنزل. طبعا ده مش اول واحد، ده التاني. بس برضو في حاجة عايز اوضح للناس اللي معانا. الحاجة لما تكون بتاكل حلو ومترايح حلو بتبقى بكامل صحتها، يعني هي ما شاء الله هي بتسقط دلوقتي ومش تعبانه وبتمشي وبتتحرك وراحه وجايه، ده الحمد لله فضل ونعمه من ربنا. لكن الحاجه لما تكون ضعفانه اصلا ممكن تموت وهي بتسقط. فده الحاجه الحلوه اللي انت تراعي الحاجه او تاكلها صح او ترعيها صح، فبتبقى هنا فضل ونعمه من ربنا، بتبقى ثابته لحد ما تخلص الايه اللي في بطنها. طبعا بتنزل الاول والثاني والثالث اذا كان في اكتر من كده، وفي الاخر بتنزل حاجه اسمها الخلاص، بيبقى كده خلاص انتهى معايا المشوار. فبدي حقنه مضاد حيوي عشان لو في التهاب في الرحم ما يعمليش مشكله فيما بعد. ده كان كل اللي بيحصل في التساقط بتاع المعيز. وفي برده حته تانية معانا اهي، برده ده ساقط اهو، بور اصلي تمام، يعتبر البور ده جيل خامس زي ما احنا شايفين الفخده بتاعته بتبقى عامله ازاي، الظهر بتاعه وهو لسه بيتكون. ده برضو من مميزات البور اللي هو بيبقى بيحمل لحم معانا، يعني بتبقى ده بيعرفك ان هو حاجه بتدي لحم. شو حضرتك لو عجبك الفيديو لايك، لو اول مره بتتابعنا دوس اشتراك للقناه، فعل زر الجرس هيوصلك مني كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.